السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. في درس النهاردة يا جماعة احنا حابين نكتب كده بخط الرقعة. تعالوا كده نشوف هنكتب ازاي. ركز مع حركة سير القلم، وبعد ما خلص اكتب معايا التمرين بتاعنا وهنشوف هنكتبه ازاي. هنكتب هذا بداية تعلمك لأي حاجة، عايزك تكتب براحتك. إن كنت بتعلم خط عربي أو إن كنت بتعلم أي حاجة أو أي حرفة، حاول إن أنت تعملها براحتك، ما ينفعش تكتب بسرعة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أنا شخص بقى خطي مش كويس وحابب إن أنا أكتب نفس الآية، ولكن الموضوع صعب عليا إن أنا أكتب بالخط الجميل ده. فتعالوا إيه، عايزك تبص لي درجة ميل الحروف. شايفين هنا درجة ميل الحروف عاملة كده، شايفين مثلا هنا درجة ميل الحروف عاملة كده، كذلك حرف الميم مع الألف هنا، خلق كذلك هنا، لفظ الجلالة كده، لا الخلق برضو هنا نفس النظام أهو. درجة ميل الحروف يا شباب هتلاقيها إيه بالشكل ده. فأنا عايزك تركز معايا، هنكتبها تاني ولكن إيه نركز أوي في الإيه في اللي هنقوله. هذا حركة ثم حركة ثم شرطة ثم دوران أهو، ثم دوران دوران أهو، شرطة ثم شرطة ثم شرطة ثم شرطة 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 اهي. الموضوع هتلاقيه سهل جدا. انا عايزك تكتب ورايا اللي تحت، وبعد كده تكتب ايه اللي فوق، هتلاقيها واحدة واحدة تيجي اللي فوق اهو. شرطة 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 فيها ميلان، شايفين يا شباب الميلان اللي انا قصدي عليه اهو. درجة ميل هنا، درجة ميل هنا، درجة ميل كذلك هنا، درجة ايه درجة ميل اهو، هنا درجة ميل اهي، وبننزل تحت السطر بالشكل ده، الفاء مع الالف فاء، وبعدين بنطلع اهو مع الالف بالشكل اهو، بالشكل اهو ماشي. حرف الراء اهو وحرف الواو، بنعمل شرطه كده او نقطه كده وبنلف حواليها، ومن الجنب بنعمل اهو. النون شرطه ثم شرطه لورا ثم شرطه لقدام بالشكل ده اهو.
فانت هتكتبها مرة بالشكل رقم واحد ده، وبعد كده هتكتبها بالشكل رقم اتنين، هتلاقيها تيجي معاك ايه بسهولة. عايزك ما تتسرعش في الكتابة، اكتب ببطء. محدش يقول لك انا عايز خطك يبقى سريع. لما تكتب ببطء في اول مرة وفي تاني مرة في تالت مرة هتكتب بعد كده ايه بسرعة. لما تاخد على شكل الحرف هتلاقي الموضوع معاك بالنسبة لك سهل جدا. ركز مع حركة سير القلم اثناء الكتابة، هتلاقي الموضوع يمشي معاك سهل جدا اهو. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.